أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المقصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. أوبو setengah sembilan pagi ke dua fa kontrol lah katanya nggak bisa besok. Bunda Hikmah ada apa? Sakit. Bunda Hikmah itu siapa? Sakit sih. Mau besok? Iya katanya nggak sadar tapi galak disamperin malah kupis-kupis mulu. Tak perlu baru pulang dari sana jam 3. وجنات أفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور وتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنبا وكواعب أطربا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Tadi surat An-Naba 1-40 ya perlu kita terus merujaah setiap saat sampai usia itu berakhir. Ulang-ulang terus ya. Ittiba Rasul karena Rasulullah juga hafal Quran. 30 juz kita coba mengikuti Rasulullah yang hafal Quran 30 juz dengan cara menghafalnya sedikit demi sedikit di usia senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.